شربت يا ابن العسكري فليس ثمة من ملامة، فالقوم لا زالوا على تلك الضلالة والفدامة. بزخارف الدنيا التهوا عما لهم فيه السلامة، وصراط ربك لم يعد أحد يعير له اهتماما. في الغي قد سدروا فما فيهم ترى رجلا رشيد، وقلوبهم يا سيدي ليست كزبر من حديد، بل إنها ككلوب طير هزها الخوف الشديد. دعهم فلا خير بهم يرجى، فهم شر العبيد. إن طال يا عين الحياة على محبيك الغياب، فليصبر الصبر الجميل على المشقة والصعاب. وحذار يوما أن يساورهم بأمرك ارتياب، فالوعد من بار الورى بك جاء في أم الكتاب.